بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. اهلا وسهلا بحضراتكم جميعا. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن مدى جوازيه التعويض عن اعمال السلطه القضائيه. موضوع مهم جدا وشائك وخطير للغايه بالنسبه للمهتمين بالقانون والقضاء في مصر. مدى جوازيه التعويض عن اعمال السلطه القضائيه؟ هل يجوز التعويض عن اعمال السلطه القضائيه من عدمه؟ الحقيقه النهارده هنسرد في هذه الحلقه عده نقاط هنتكلم فيها عن مدى جوازيه التعويض. يجوز التعويض عن اعمال السلطه القضائيه، يجوز التعويض عن الحبس الاحتياطي، يجوز التعويض عن احكام البراءه التي تصدر بعد تنفيذ العقوبه ولا لا؟ كل ده ان شاء الله النهارده هنبينه وهنوضحه لحضراتكم. القاعدة العامة بتقول عدم جوازية التعويض عن أعمال السلطة القضائية في مصر، ولكن المشرع المصري أدخل استثناء في موضوعين اللي هم جوازية التعويض، اللي هو الاستثناء الأول رقم واحد دعوى المخاصمة طبقا للمادة 494 من قانون المرافعات، ودعوى إنكار في حالة إنكار العدالة. الحقيقة أن القضاء المصري ظل مخلصا وبشدة لمبدأ أن الدولة لا توصل أعمال السلطة القضائية أو عدم مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية. هذا المبدأ أدى، أو هذا الإخلاص لهذا المبدأ أدى إلى عدم تطبيق أو عدم الأخذ بالاستثناءات الواردة في القانون، اللي هي دعوى المخاصمة ودعوى إنكار العدالة. طيب هنتكلم في أسباب وتطور الفقه والرأي والرأي الآخر. الفقه النهاردة بيقول إيه في حالات عدم مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية؟ الحقيقة إن أنا عندي أكتر من نظرية فقهية، خمس نظريات أو خمس مبادئ بتقول عدم مسؤولية الدولة، وكل نظرية ليها رد عليها من الجانب الآخر. الخمس نظريات هي رقم واحد حجية الأحكام وقوة الشيء المحكوم به، حجية الأحكام. رقم اثنين سيادة القضاء. رقم ثلاثة استقلال السلطة القضائية. رقم أربعة المركز السامي للقضاء. ورقم خمسة وأخيرا الاعتبارات العملية. هذه هي أسباب ومبررات عدم مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية. طب في عجالة، يعني إيه حجية الأحكام وقوة الشيء المحكوم به؟ حجية الأحكام إن الأصحاب هذه النظرية وهذا المبدأ بيقولوا إن الأحكام القضائية لا حجية فيما قضت به، وبالتالي لا يجوز بعد الفصل وبعد انتهاء النزاع لا يجوز للأشخاص أو المواطنين أو المتقاضين معاودة النزاع مرة أخرى وطرح الأحكام التي أصبحت نهائية وباتة، وبالتالي للأحكام حجة وقوة لا يجوز معاودة فتحها مرة أخرى بعد أن فصلت في النزاع. ولكن هناك رأي آخر أجحد هذه الحجة وقال إن مش كل الأحكام نهائية، ما أنا عندي أحكام، مش كل الأحكام قطعية، أنا عندي أحكام زي الأحكام التمهيدية زي الأحكام التحضيرية، يبقى من الناحية دي مش كل الأحكام تفصل في النزاع. الناحية الثانية أو رقم اثنين في جحد هذه الحجة اللي هي في حالة الحكم بالبراءة. طيب ما هو فين لو أنا أديت تعويض للشخص الذي صدر له حكما بالبراءة من أمام المحكمة، بالتالي أنا ما بعودش طرح النزاع، ده أنا بأطبق حكم البراءة، بأدي المواطن أو المتقاضي الذي حكم له بالبراءة بعد أن تم حبسه احتياطيا لمدة قد تطول أو قد تقصر على حسب إجراءات الحبس الاحتياطي، المدة اللي أخدها، وبالتالي لا تعني هنا أن أنا بعاود البحث في حكم نهائي صدر لصالح الأطراف. الحجة الثانية سيادة القضاء. أصحاب هذه الحجة بيقولوا أن القضاء له سيادة وهو يعلو عن الأفراد، وبالتالي لا يمكن طبقا لهذه النظرية مساءلة الدولة عن أعمال السلطة القضائية. ولكن الرأي الآخر اللي بيقول أن أصحاب هذه النظرية لا، هم مخطئين في ذلك، اللي بيقولوا أن الدولة
هي فيها ثلاث سلطات، سلطة قضائية، سلطة تشريعية، سلطة تنفيذية، وإن الدولة بيتم مساءلتها عن أخطاء السلطة التنفيذية، وبيتم مساءلتها عن أخطاء السلطة التشريعية، وبالتالي أنا عندي السلطة القضائية هي أحد سلطات الدولة، وبالتالي يتم مساءلتها مثلها مثل السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. الحجة الثالثة أو النظرية الثالثة بتقول استقلال السلطة القضائية. أصحاب هذه النظرية بيقولوا إن استقلال السلطة القضائية إن السلطة القضائية مستقلة، وبالتالي الدولة أو الحكومة السلطة القضائية لا تتبع للحكومة، هي سلطة مستقلة زيها زي السلطة التنفيذية، وبالتالي العلاقة ما بين الحكومة والسلطة القضائية ليست علاقة سيد بخادم أو ليست علاقة متبوع بتابع، وبالتالي الحكومة ملهاش علاقة خالص بالسلطة القضائية، وملهاش علاقة خالص بأحكام السلطة القضائية وبأخطاء السلطة القضائية. ولكن هذه الحجة أيضا وهذه النظرية وهذه المبررات لها ما يجحدها أيضا، وفي الرأي الآخر بيقول لا الكلام ده مش مظبوط، وإن استقلال السلطة القضائية هنا الحكومة أو السلطة القضائية ما بتدفعش التعويضات من جيبها، أو القاضي ما بيدفعش التعويضات من جيبه الخاص ومن ماله الخاص، إنما الحكومة تدفع مبالغ هذه التعويضات كونها المسؤولة عن أموال الدولة والحارسة لها، وأن الحكومة هي من تدير أموال الدولة، وبالتالي العلاقة هنا ليست علاقة متبوع بتابع لا خالص، إنما ممكن نفسر الموضوع بأن علاقة الخطأ المصلحي أو المرفقي وليست علاقة متبوع بتابع أو سيد بخادم. ده أصحاب النظرية الثالثة والرد عليها رقم 4 وده الأهم، المركز السامي للقضاء. أصحاب هذه النظرية بيقولوا إن المركز السامي للقضاء إن القضاء فوق البشر، وأن القاضي ليس بشرا يتم محاسبته مثل الأشخاص العاديين، وبيقولوا إن الأحكام بتصدر باسم العدل، وإن العدل هو اسم من أسماء الله الحسنى، وبالتالي أصحاب هذه النظرية بيقولوا إن المركز السامي للقضاء إن هم بينتهجوا منهجية مذهبية وقدسية القاضي. الرأي الآخر اللي بيجحد هذه النظرية، وزي ما حضراتكم متابعين، إن كل نظرية ليها ما يؤيدها والرأي الآخر له وجهة نظره اللي بيجحد بيه الرأي الأول. الرأي اللي بيجحد هنا فكرة المركز السامي للقضاء بيقول لا يا جماعة الكلام ده مش مظبوط خالص، إنما أنا عندي القاضي النهاردة بشر يخطئ ويصيب مثله زي أي بشر، ولكن القانون أو الدولة أعطته بعضا أو جزءا من الحصانة كي تساعده في أداء عمله، وبالتالي القاضي ليست له صفة قدسية، إنما هو بشر يخطئ ويصيب مثل أي بشر، إنما الدولة أعطته جزء من الحصانة والحماية لأداء عمله. وقالوا النهاردة إن الفقه وإن الأحكام تطورت وإن النظريات الفقهية والقضائية تطورت في ده، وقالوا النهاردة بيتم مساءلة القاضي جنائيا إذا ما ارتكب إحدى الجرائم الجنائية المنصوص عليها في قانون العقوبات المصري، وبالتالي ليس لصفة القدسية هنا حديث، ما ينفعش النهاردة بعد أن يتم مساءلة القاضي جنائيا وتأديبيا أن أنا أتكلم عن صفة القدسية وأقول أن المركز السامي للقضاء، وأصبغ هذه النظرية بصبغة مذهبية. دي النظرية الرابعة. النظرية الخامسة والأخيرة بتقول الاعتبارات العملية. الاعتبارات العملية بتقول يا جماعة أصحاب هذه النظرية بيقولوا إن الاعتبارات العملية والواقع العملي بيقول إن أنا ما ينفعش أحاسب القضاء، وإلا النهاردة أنا القاضي بيكون مهتز ومرتبك في إصدار الأحكام سواء بالإدانة أو البراءة، النهاردة القضاء هيكون القاضي هيكون خايف في حالة من عدم الثقة في الدولة أو في القانون خوفا من مساءلات،
وبالتالي دي ليست لصالح العدالة، ودي الاعتبارات العملية اللي هم بيستندوا ليها أصحاب هذه النظرية. ولكن الرأي الآخر بيقول يا جماعة لا، الكلام ده مش مظبوط برضو، وبيتم جحد هذه النظرية استنادا إلى أن القاضي لا يتم دفع أموال التعويض إذا كان هناك خطأ في الأحكام من جيبه الخاص، إنما من يقوم بدفع هذه الأموال وهذه التعويضات هي الحكومة، كونها هي الحارسة والمسؤولة وهي من تدير أموال الدولة. يبقى ليس للقاضي هنا دور خالص في مبالغ التعويض، يعني مش هنقول إن القاضي هيقوم بإصدار الأحكام أو هيقوم بدفع مبالغ التعويضات من جيبه الخاص وبالتالي هيبقى خايف، لا خالص. النهاردة إذا ثبت الخطأ القاضي لا يقوم بسداد هذه المبالغ من أمواله الخاص، وبالتالي تم جحد هذه النظرية. وأنا وجهة نظري الشخصية بتقول أنا مع الكلام ده، إن الاعتبارات العملية بتقول إن أنا أدي المحكوم له بالتعويض المناسب والجابر لكل الأضرار التي تعرض لها هذا الشخص أو هذا المواطن، لحاجتين: لمبادئ العدالة، والحاجة التانية البر الاجتماعي، البر الاجتماعي بالمحكوم عليه، والحاجة الثالثة والأخيرة إن مبادئ الدولة الديمقراطية الحديثة بتوجب تعويض هؤلاء الأشخاص الذين حبسوا حبس احتياطي أو الذين قضي لهم بالبراءة بعد أن تم تنفيذ العقوبة وأن يكون حكم البراءة نهائي وبات. يبقى كنوع من البر الاجتماعي، وده دور الدولة، ده دور الدولة كنوع من البر الاجتماعي بالمحكوم عليه. يبقى أنا عندي النظريات وتطور الفقه والمبررات اللي بتقول كل نظرية وجحدها، الرأي والرأي الآخر كل نظرية من النظريات الخمسة اللي احنا اتكلمنا عليها. طيب أنا عندي حالات، الفصل الثاني بقى من الموضوع النهاردة، حالات مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية. أنا عندي أكتر من حالة وهي على سبيل الاستثناء، وإن الاستثناء ده لا يتم تفسير بالتفسير الواسع أو لا يتم تطبيق هذا الاستثناء بالتفسير الواسع، إنما طبق في أضيق الحدود، وهي رقم واحد مسؤولية الدولة عن الأعمال الإدارية للنيابة العامة. الأعمال الإدارية، النيابة العامة ليها دورين: أعمال قضائية وأعمال إدارية. الأعمال القضائية زي الأحكام ما نقدرش نتكلم فيها لغاية النهاردة، لا مسؤولية. رقم اثنين في النيابة العامة ليها أعمال إدارية، يجوز وأحكام محاكم مجلس الدولة انتهجت هذا المنهج، يبقى يجوز التعويض عن أعمال النيابة، الأعمال الإدارية للنيابة العامة. رقم اثنين المسؤولية بموجب دعوى المخاصمة طبقا للمادة 494 من قانون المرافعات المصري. رقم ثلاثة المسؤولية عن أعمال الضبطية القضائية، والقضاء نفسهم قالوا أن الضبطية القضائية ليست مثل الأعمال القضائية وبالتالي يجوز التعويض، وفي أكتر من حكم صدر والمحكمة الإدارية العليا أيدت هذا الكلام وإنه يجوز التعويض عن أعمال الضبطية القضائية. طيب في عجالة المادة 494 من قانون المرافعات اللي هي بتكلم عن دعوى المخاصمة، اللي هي التعويض عن خطأ القاضي في دعوى المخاصمة، وهنا بتقول الخطأ المهني الجسيم للقاضي. ولكن هذا الاستثناء اللي أدخله المشرع في هذه المادة استثناء ضيق للغاية، أدى عملا وواقعا إلى عدم تطبيق هذا النص إطلاقا. بمعنى إيه؟ ان انا بعجز كمواطن او كمتقاضي ان انا اثبت الخطأ المهني الجسيم، فبالتالي عملا ادى الى عدم تطبيق هذا النص على اطلاقه. يبقى هو استثناء ادخله المشرع في دعوى المخاصمة، ولكن عملا ان انا كمتقاضي مش هعرف اثبت الخطأ المهني الجسيم طبقا لان القاعدة العامة ان القاضي يحكم طبقا للقانون وطبقا للسلطة المخولة له من ان له السلطة التقديرية. فبالتالي كلمة السلطة التقديرية لي وتبيح له اي شيء لانه هو بيحكم طبقا لقناعته وسلطته التقديرية بالاوراق. يبقى دي حالات المسؤولية. الجزئية الأخيرة اللي احنا هنتكلم فيها بقى مدى جوازية التعويض عن أعمال السلطة القضائية.
او ليه النهارده انا بقول الدوله المبررات بتاعتي اللي بتقول يا جماعه يا دوله لازم تعوضني بموجب احكام القضاء اللي بتم الغائها من المحاكم الاعلى يجوز التعويض لهؤلاء الاشخاص. زي ما احنا قلنا البر الاجتماعي، ولكن في حاجات تانية او نظريات تانية بتقول او مبادئ تانية بتقول مسؤولية الدولة. ايه المبادئ التانية او الاسباب والمبررات اللي بتقول المسؤولية؟ رقم واحد، التعويض واجب ديني، مبادئ الشريعة الاسلامية بترفض الظلم، ولا ضرر ولا ضرار في الاسلام، ولا حصانة في الاسلام ضد الخطأ. الاسلام ما حصنش اي حد في الخطأ خالص، الاسلام لم يحصن ده، وبالتالي التعويض هنا واجب ديني. رقم اتنين، التعويض بموجب القانون، وانا عندي بموجب القانون عندي الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية. الاتفاقية الدولية هنا وقعت عليها مصر سنة 81 ونشرت في الجريدة الرسمية وصدر بها قرار من وزير الخارجية المصري سنة 82، المادة 9 من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية اللي اعتمدتها مصر ووقعت عليها. الاتفاقية دي بتضمن التعويض. طيب الاتفاقية ايه هنا مرتبتها في القانون ايه؟ طبقا للدستور، المادة 94 من الدستور، وطبقا للمادة 23 من القانون المدني، بتقول ان الاتفاقية هي في مرتبة تعلو عن القانون، وبالتالي هي بتلزم القاضي الوطني والأخذ بها واعتبارها جزء من القانون الداخلي للدولة. الاتفاقية عندي بتضمن التعويض، ولكن للأسف الشديد منذ أن تم نشر اتفاقية في الجريدة الرسمية من 82 ولكن هي غير مطبقة على الإطلاق. رقم 3، التعويض بموجب نص الدستور، وده الأهم من كل اللي احنا قلناه خالص. ان يا جماعة ان صدر دستور عام 2014 بعد ثورتين 25 يناير و 30/6، جاءت المادة 54 من دستور 2014، وهذه المادة جاءت تكلل كل هذه المجهودات الثورتين، مبادئ العدالة، الحرية الاجتماعية، ونصت على أن تلتزم الدولة بأن تؤدي تعويض في حالتين. مادة 54 من الدستور أن تؤدي تعويض في حالتين. الحالة الأولى تلتزم الدولة بأن تؤدي تعويض عن الحبس الاحتياطي، الحالة الثانية تلتزم الدولة بأن تؤدي تعويض عن الحكم البراءة بعد أن تم تنفيذ العقوبة بموجب حكم نهائي وبات. أنا عندي حالتين، ولكن المشرع في المادة 54 قال أن ينظم القانون كيفية وآلية التعويض. الإشكالية الكبيرة أن من 2014 لغاية النهاردة وإحنا في 2019 لم يتدخل المشرع ولم يتدخل مجلس النواب على الإطلاق ويقر مشروع أو يقر قانون، ولم تقدم الحكومة مشروع قانون ينحاز للمادة 54 من الدستور، ينحاز للحقوق والحريات. لم تقدم الحكومة ولم يتدخل مجلس النواب ليقر قانون ينظم كآلية وكيفية التعويض عن أعمال السلطة القضائية، يقر آلية وكيفية التعويض عن الحبس الاحتياطي، يقر آلية وكيفية التعويض عن أحكام القضاء بعد أن تم تنفيذ عقوبة بموجب حكم قضاء، ولكن المحكمة الأعلى ألغت هذا الحكم بموجب حكم نهائي وبات، أي أصبحت البراءة بموجب حكم نهائي وبات. من 2014 لغاية النهاردة لا حس ولا خبر، برغم أن أنا رفعت دعوة بأطالب بتطبيق المادة 54 من الدستور، ولكن تم رفض هذه الدعوة. قمت بالطعن بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف للقاهرة وتم تأييد هذا الحكم استئنافيا. خرجت علينا بعض الأصوات ونادت وقالت أنه يا جماعة أن ما فيش قانون ينظم آلية وكيفية التعويض، وأن النص الدستوري قال أن القانون هو اللي ينظم آلية وكيفية التعويض، ولكن هناك الكثير والكثير من أحكام محكمة النقد المصرية قالت أن في حالة وجود النص الدستوري
بذاته وعدم وجود نص قانوني ينظم هذا النص الدستوري. أنا عندي النص الدستوري هو الأقوى، النص الدستوري هو واجب الاتباع، النص الدستوري هو الوثيقة الأقوى واجبة الاتباع من أي نص قانوني. أنا عندي الدستور هو العقد، العقد ما بين الحاكم والمحكوم، العقد بين المواطن والدولة. يجب أن تلتزم الدولة بما فرضه الدستور، بما فرضه الدستور للمواطن وعلى الحكومة، بما إدى الدستور المصري الذي صدر بعد ثورتين إنصافا وانحيازا للشعب 30 يونيو و 25 يناير، أن تلتزم الدولة بأحكام الدستور. ويجب على المشرع المصري، ومن هذا المنبر ننادي أن يتدخل المشرع المصري بأن يتدخل ويقر مشروع قانون انحيازا للدستور وانحيازا وتطبيقا للمادة 54 من الدستور وانحيازا وتطبيقا للاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية التي وقعت عليها مصر سنة 81 ونشرت في الجريدة الرسمية سنة 82 وأصبحت واجبة النفاذ وسارية المفعول من هذا التاريخ. ولكن لغاية النهاردة هذه الاتفاقية لم تنفذ، هذه الاتفاقية لم يتم تطبيقها عملا، وبالتالي نتمنى أن يصدر قانون ينظم آلية وكيفية التعويض عن الحبس الاحتياطي، ينظم آلية وكيفية التعويض عن أعمال السلطة القضائية طبقا للمادة 54 من الدستور. أتمنى أكون وفقت لما فيه الخير للبلاد والعباد، وإن جانبني تقصير فهذا مني ومن الشيطان. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.